واخا وصل معطل نقدروا نحتاجوا العام الجاي ديال النهضه. عرفتو اختي طلبتو؟ واخا اختي نسيتي لي اتاي الدحميز، حرام عليك. شتو ما شاء الله، راكم عارفين علاش طلبناه. طلبناه على هادي حيت انا من ديالنا هادو جيراننا، وطلبناه على هادي النواره الحبيبه الكبيده. الله بعد كنت نوضو ليا بركنا تقولي علاش لبستي التوني ديالنا. كم ولاد بلادي نلبسو ونزيد نلبسو، اللي ما عجبو حال يمشي لوجدي يفرقعو له زكيكة. صباح الخير، بطبيعة الحال كل صباح مع الجديد. بعد أول حاجة تحية البركان، الصحراء المغربية من طنجة للقويرة، وعاش الملك من نهار عقلت على راسي وأنا عياشية، عاش سيدنا وعاش ملكنا وعاشت بلادنا. هادوك الناس تقولوا لي كنسب البلاد وكنسب الملك، أنا عمري ما سبت سيدنا. سيدنا تاج راسي، إلا أنتم ما كتبوسوا ليه يديه أنا غنبوس ليه رجليه. والناس كلهم عارفيني أنا كنحماق على سيدنا. صورتو هي هنا دابا نوريها لكم، صورتو في تليفوني، صورتو في العيادة، صورتو في داري. سيدنا الراية المغرب والخريطة المغرب موجودة هيا شوفوها، وهي عندي هنايا وعندي في داري وفي عيادتي وفي عيادتي الجديدة اللي كندير فيها ثلاثة ديال الطوابق. غادي تشوفوا شنو غيكون فيها، غتشوف شنو غيكون فيها في الدخلة ديالها، لأنه أنا مغربي قح، عرفتش ليا قح، عياشي قح. وخير دليل نهار ناضو دوك الريافة دوك الأوباش، حنا كنقصدوا الاوباش هادوك اللي كانوا تيسبوا المغرب وسيدنا، هادوك الاوباش نهار ناضوا وخداو 20 عام ما تضامنت معاهم وتشفيت فيهم وجيت ضدهم وعايرتهم ومازال غادي نعايرهم، فهمتوني؟ ومازال غادي نعايرهم. عاش سيدنا وعاش المغرب، واللعنة والموت للاوباش. هادو الاوباش ولاد بلادي، انا ريفي الحسيمه، وهذوك اللي ناضوا ناضوا من الحسيمة، هذوك الاوباش الحشرات اللي داروا داك المسرحيه ديال جوج دراهم. ياك ولاد بلادي فيديوهات عندي قدام انا سبيت فيهم، قلت عليهم الاوباش ولاد الحرام وقلالين الارض. الحمد لله هنا فيك الناس، والله ينصر سيدنا، هو الله يخليه لينا ديما اونفاس مقابل المخده ديالي، ياك وجهي كيكون جهه سيدنا وجهه الخريطه المغربيه. فما غاديوش نتوما يا الاوباش تهموني في الوطنيه ديالي وتهموني في سيدنا وتهموني في بلادي، فما غاديوش نتوما لا نتوما ولا غيركم. معروفه عليا من زمان وحتى شي واحد ما يحيد لي هذه الفكره من راسي، انا مغربي اللي ما بغاني يشرب بحر الميت. عاش سيدنا، الله ينصرك والله يخليك لينا، تعاش فوق الراس. وما عندهم لا اصل ولا كرامه، عليها ناضو داروا ديك الضجه عليها، انا ما كنحملهمش، لانه انا ما عقلت على راسي. والديا وجدي وجداتي، لا انا عقلت غير على جدي وجداتي، نهار عقلت عليهم تيقولوا عاش الملك عاش المغرب من طنجه للقويره، صافي عمرهم سمعتوا قالوا شي حاجه اخرى من داكشي اللي تيقولوا هاد الاوباش، لا على بالكم، لان ما نزيدش نذكر شنو عندهم في ذاك الخرا هنايا. المهم ما علينا. واخا تعيط نزلوا عليا الباطن في الوطنيه ديالي ما غتوصلوليش، لانه اول حاجه كون كنت انا انفصالي او تنهضر في سيدنا او تنكره بلادي، ما غيكونوش الناس الحباب ديالي الدم ديالي ولاد المغاربه اللي كاين هنا في تركيا ما نوقفش معاهم، ما نقطعش لهم التيكي ديال الطياره، ما نوكلهمش، ما نشربهمش. شوف سي الحموشي عيط القنصليه، عيط القنصليه ديال المغرب، الناس اللي في الدوله الله يجازيكم بخير بغيتو تاكدوا عيطوا القنصليه. انا ما غنهضرش، ياك القنصليه محسوبه علينا، ياك قنصليه من مؤسسات الدوله، وعيطوا القنصليه المغربيه في اسطنبول هما يعاودوا لكم عليا، انا غنسكت هما يعاودوا لكم عليا بادله، يقول لكم شحال من واحد قطط لي الطياره، شحال من واحد داويتو، شحال من واحد خلصت لي العمليه بثلاثه وبربعه، شحال من واحد وكلتو، شحال من مره كندي السكن ديال الماكله ونديهم ليهم ياكلوا مغاربه. عيطوا القنصليه، انا كاع ما نهضر، كون ما كنتش مغربي وطني وود البلاد وتربيه الملوك ما غاديش نعقل على خوتي، ما نعقلش على خوتي، هادو راه خوتي
انا مغربي، انا ما كيسولني شي واحد ما تيقولش لي انا ريفي مثلا. مع احترامي للسوريين، ملي كتسولي سوري من وين؟ من الشام. من وين؟ من ادلب. انا لا، كيسولوني منين؟ تنقولش لا ريفي. انا ما تنقولش انا ريفي، تنقول انا مغربي، انا مغربي، فهمتوني؟ انا تنقول انا مغربي وكنفتخر براسي انني مغربي. وديما الحمد لله من نهار جيت لتركيا، من نهار خرجت من المغرب جيت لتركيا وانا كنهضر على بلادي بالخير. وديما تنقول سيدنا الله يخليه لينا، وديما رايت البلاد مرفوعه، وخير دليل انا اللي رفع رايت البلاد هنا في تركيا. أبا من أبا ولا شاء من شاء، أنا اللي رفعت رايت المغرب هنا في تركيا، رفعتها بخدمتي، تعاملي مع الناس، مع تعاملي مع الأتراك. تيقولوا لي ما شاء الله عطيتي صورة زوينة على المغرب في تركيا، الأتراك تيقولوها لي، السوريين تيقولوها لي، العراقيين تيقولوها لي، تيقولوا ما شاء الله أول مغربي زعما نشوفو كيفاش كيتعامل مع المغاربة وكيفاش كيبغيهم وكيفاش كيحبهم وكيفاش كيعاونهم. تيقولوا لي ما شاء الله، ما شاء الله عليك صوفيا، وخدامه ومكافحه، تضيف الصباح تمشي تخدمي. الحمد لله ما كيشوفونيش جالسه في الديسكوتيكا تشد كاس، ولا شوفوني في القهوه الشيشه كنشيش، ولا خارجه كندبر في الشارع. لا 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 لا، واحد الانسان ديال الخدمه، تنخدم وتنجمع، تنخدم وتنجمع، عندي مسؤوليه، عندي عائله، عندي ناس كنصرف عليهم، عندي ناس هنايا، فهمتي؟ كاين بزاف ديال الحوايج. المهم هادشي كامل غادي دخلنا باش نهضر لكم على الموضوع الثاني. هانتوما شوفوا هاد ستوري. المهم انا غادي نجي نهضر على شركه ذا انتاميد، ذا انتاميد هاد الشركه، ذا انتاميد. علاش كنقول هاد السميه؟ لانه انا ديما غنبقى نهضر على هاد الشركه وتنتحداها ترفع ليا دعوه وتدعيني في المغرب وشوف واش غتغلبني ولا لا. لانه انا كنسب ذا انتاميد، ماشي كنسب شي شركه اخرى. انا عاود لكم القصه فين هي. انا البارح صفت المحامي ديالي في المغرب شركه انتاميد اللي كيهضروا عليها بانها شركه قانونيه ومعترف بها دوليا موجوده في المغرب. نورمال ملي كنهضروا على واحد الشركه كاينه في المغرب، نعطيكم مثال. كتعرفوا ديك سيكا اللي عنده مجموعه مطاعم ميت موت، كاين هنا في تركيا، كيمشي يفتح دابا الافرع في تقريبا 38 دوله. ملي كيمشي يفتح فرع مثلا، فتحوا في الجزائر، فتحوا في المغرب، فتحوا في تونس، في مصر، في امريكا، في لندن، ما خلا اي دوله. ملي كيفتح المطعم شنو كيسميه؟ ميت موت، ياك؟ هذاك الشخص اللي فاتح المطعم في دوك الدول شنو عنده في الشركه؟ ميت موت الجيريا مثلا، ميت موت موروكو، ميت موت لندن، ميت هكذا غادا، يعني ميت موت. شتو؟ يعني الشركه وعندها فروع بكل دول العالم. نتوما كتقولوا بانكم شركه وعندكم فروع ب 27 دوله. نورمالمون ملي جيتوا للمغرب خصكم تسميوا الشركه ديالكم انتاميد موروكو، وتكون عندكم ورقه قانونيه. ماشي انا ملي غادي نجي نبحث على انتاميد غادي نلقى بان سميتها واحد السميه اخرى بين قوسين كوسميتيك. هذه هي الشركه اللي عندكم نتوما، عندكم واحد السميه كوسميتيك، ياك؟ انا ما بغيتش نقول ديك السميه ديال كوسميتيك حيت الا هضرت على هذيك السميه ديال ديك السميه كوسميتيك، هذه ما عندهاش ضحايا في المغرب، فهمتوني؟ ما عندهاش ضحايا، يعني الا هضرت عليها وقلت سميتها ومشاو رفعوا عليا قضيه غيغلبوني. ولكن انا هنا لا، ما كنهضرش على هذيك. هذيك داروها. انا نعطيكم مثال، انا عندي سونتر دابيل في المغرب، هو تابع صوفيا كلينيك، سونتر دابي، ولكن ما سميتوش صوفيا كلينيك كول سنتر او صوفيا كلينيك، لا، هذا دري مغربي، السميه ديال السونتر في سميتو، الموظفين اللي كيخدموا بسميتي، ولكن الشركه ما سميتها صوفيا كلينيك اللي كاينه في المغرب، سميتها شي حاجه توريستيك، المهم خدامه في مجال السياحه. هاد الانتامي نتوما دابا اللي كتنصب عليكم، ملي غادي تمشيو ترفعوا عليها قضيه، راه ما كايناش في المغرب، ما كايناش، خدموا عقلكم، ما كايناش في المغرب. حيت الا هضرت على هذيك السميه ديال ديك السميه كوسميتيك، هذه ما عندهاش ضحايا في المغرب، فهمتوني؟ ما عندهاش ضحايا، يعني الا هضرت عليها وقلت سميتها ومشاو رفعوا عليا قضيه غيغلبوني. ولكن انا هنا لا، ما كنهضرش على هذيك. هذيك داروها. انا نعطيكم مثال، انا عندي سونتر دابيل في المغرب،
هو تابع صوفيا كلينيك سونتر دابي، ولكن ما سميتوش صوفيا كلينيك كول سنتر او صوفيا كلينيك، لا هذا دري مغربي السميه ديال السونتر في سميتو، الموظفين اللي كيخدموا بسميتي، ولكن الشركه ما سميتها صوفيا كلينيك اللي كاينه في المغرب، سميتها شي حاجه توريستيك، المهم خدامه في مجال السياحه. هاد الانتامي نتوما دابا اللي كتنصب عليكم، ملي غادي تمشيو ترفعوا عليها قضيه، راه ما كايناش في المغرب، ما كايناش، خدموا عقلكم، ما كايناش في المغرب. ملي غنهضروا على حنا هذه انتامي عطيوها ليا في جوجل، انا بغيت نجي عندكم، انا بغيت نجي عندكم ونخدم معاكم، يلاه انا بغيت نجي، عطوني الموقع باش نجي عندكم ونجلسوا اطابل ونديروا عقد انا وياكم، انا بغيت نخدم معاكم. حيت شفت المشاهير كلهم نصابين ولاد الحرام، المشاهير ودوك الصحافيين ودوك المنزلات كلهم نصابين ولاد الحرام وغاديين معاكم في هذه الخطه ديال النصب. دابا هذوك هذوك المشاهير مشاركين بالفلوس؟ لا. دوك الفنانين مشاركين بالفلوس؟ لا. دوك الصحفيين مشاركين بالفلوس؟ لا. شنو هو الدور ديالهم؟ عندهم بزاف ديال المتابعين والناس اللي كيتيقوا فيهم مساكن، يا ربي سمحنا من المتابعين اللي كيتيقوا فيهم، كنوض انا كندير ستوري راه انايا واخا تكون جالسه غير في الدار، خاصك تليفون والواي فاي وراه غديري الفلوس وغتشري طوموبيل وتحقق احلامك، وشوف فلان ربحت 200 مليون، فلان ربح 100 مليون، وهذه ربحت 60 مليون، هادشي كله ما كاينش، مجرد ارقام وهميه. ما يمكنش واحد كيقول لك ربحت 60 مليون طوموبيل وفي الاخر كتركا في الطاكسي ان درايف. كي درتو ليها؟ كي درتو ليها؟ كي درتو؟ هادو كذابين، لانه هادوك كان بغاو الخير، بغاو خير راسهم هما الاول. واش هما ما يقدروش يتسجلوا ب 5000 درهم ويجيبوا الناس يتسجلوا ب 5000 درهم ويديو هما الارباح؟ لا، هذا واحد النوع من النصب والاحتيال. انت جيبي واحد وانت جيب واحد وانت جيبي واحد وانت جيبي واحد وانت جيبي واحد وهي غاده. دائما هذاك اللي من مورايا اللي جبت انا خصو حتى هو يجيب الضحايا باش ياخذ عليهم الارباح، اللي هو وقتاش ما جابش شي ضحيه ياخذ عليهم 800 درهم ولا ما عرفت شحال. فهكذا غاده، انت كتجيب وهذاك تيجيب، المهم ما غتلقاش فين تحصلوها، ما غتوقفش ديك النقطه، لانه انت كتجيب واللي موراك تيجيب وهي غاده، كل واحد باغي يرجع الخساره ديالو عن طريق اشخاص ثانيين، وهذا الشيء غيبقى الى ما لا نهايه حتى تكشف الحقيقه ديال هذه الشركه اللي هي نصابه 100%. انا تنقولها لكم وتنعاودها تنقولها ونعاودها، هاد الشركه قسما بالله الى نصابين، وانا غنبقى نفضح فيهم ونفضح ونفضح ونفضح، واللي في جهدهم يديروه. ياك القانون كتعرفوه، نتلاقاو عند المخزن. انا دابا الهدف ديالي والكونسيبت ديالي نفضح اي واحد نصاب، يلا. وانا اللي كيسال شي حاجه ديروا صوفيا كلينيك في جوجل واجيو عندي لا كلينيك، وراكم اصلا تكونوا جايين عندي لا كلينيك، يعني عارفين الموقع ديالي، ما محتاج ديروها في جوجل، شدوا طاكسي شدوا طياره اجوا دابا، اللي كيسال شي حاجه دابا نعطيها ليه، فهمتوا؟ هذا هو الخدمه، هذا الشيء هو اللي كنعرفو، هذه هي الخدمه. اما باش تعطيني انايا شركه وهميه تحت غطاء اسم شركه قانونيه ولكن باسم ثاني، لا، هادشي ما نتقبلوش. علاش ما خدمتوش الناس بديك الشركه القانونيه اللي دايرين اللي هي واحد الاسم كوسميتيك؟ علاش ما خدمتوش بديك السميه؟ علاش؟ حيت الا مشاو دعاو ديك الشركه في المغرب مشيتو فيها، ولكن ملي غيمشيو يدعيو انتاميد الدوله ماشي تقلب على هاد الشركه تلقاها ما كايناش في المغرب، ما كايناش. ضحكين على عباد الله نتوما، نصابين، راه ما يمكنش. عباد الله يا المغاربه الله يجازيكم بخير، فيقوا وعيقوا. اللي تنصب عليه ينوض يمشي يتشكى، اللي تنصب عليه ينصح الناس، ماشي يجيب الناس باش تاهما يكونوا ضحايا. حاولوا ديروا جروبات في الفيسبوك، ديروا جروبات في الواتساب، ديروهم في اليوتيوب، دخلوا اليوتيوب ديروا التعاليق في الفيديوهات ديالهم، في الانستغرام ديروا التعاليق، فين ما لقيتوا انتميت ديروا تعاليق. اللي عنده شي تجربه خايبه يعاودها واخا بلا 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 وجه، يدير فيديو كحال ويبقى يعاود القصه ديالو ويحط دلائل المحادثات لي زوديو ديالهم، وهكذا غينتشر الخبر في المغرب، والدوله غتحرك ان شاء الله وغدير المسطره ديالها، لان الدوله ما غاديش تسكت على الظلم، الدوله ما غاديش تسكت على النصب والاحتيال، الدوله خصكم نتوما تسبقوا، نتوما تشكاو، وهي غدير وهي دير الاجراءات ديالها. انا دابا ملي جيت كنهضر معاها باش نوعي الشعب المغربي والمغاربه خوتي، ياك عوض هادوك اللي كانوا صحابي، تخيلوا صحابي واكلين في نفس الطبسيل وناسي في نفس الفراش، صحاباتي وصحابي، ياك يعني انا
دايره فيهم غير مزيان. وهما هادو حيت انا قلت غنفضح كلشي واخا الناس اللي قرابين ليا، يعني اللي قرابين ليا هما صحاب اللي كنهضر عليهم. ملي جيت انا هضرت عليهم شنو داروا هاد صحابي؟ عوض ما ينوضوا اللي داروا الاشهار لهاد الشركه ديال النصب والاحتيال، عوض ما ينوضوا على الاقل يبرروا غير راسهم، على الاقل يقولوا حنا درنا غير الاشهار وما عرفتش التوصيف ديالهم، وما عرفتش بانهم كيطلبوا 5000 درهم، حنا صحاب لنا غير الويفي والتليفون، المهم يقولوا اي حاجه زوينه باش الناس يرتاحوا، يقولوا اه دوك حنايا كنا غنمشيو من طرفهم دوك غنتصلوا. شنو داروا هاد الناس؟ ناضوا هجموني انا باش زعما يسكتوني باش ديك الشركه تبقى خدامه. انا ما غنسكتش، شتي انا واخا نسد الكلينيك، واخا نبيع الديور اللي عندي، واخا نعرف الفلوس اللي عندي في البنك كاملين، نبقى على الدص. لي سوسيال عندي ما يتنصبش على الناس، شتي تنصب عليا ما يتنصبش على الناس. وانا ان شاء الله مر هاد الشركه وهاد النصابين وهاد المؤثرين الفاشلين حتى لاخر رمق في حياتي، حتى نوصل للهدف ديالي. الهدف ديالي هو كشف المستور. الصوت مشى، رمنا ودي في هاد الشيء، الصوت مشى. المؤثرين كذابين ومع ذلك باقيين دايرين لهم الابوني، باقي ما ابونين عندهم، ضحكوا عليكم، نصبوا عليكم، قيدوكم، داو لكم رزقهم ومازال دايرين لهم ابوني. انا في بلاصتكم غندخل نشبع فيهم معيور، نشبع فيهم معيور وديزابوني، معيور وديزابوني، هذا هو مستواهم. خليهم شي تشكاو بسببهم باش نتوما تقيدتو. وبغيت وفي الاخر بغيت نشكركم غير على واحد الحاجه وحده، شكرا بزاف لانه ناضوا لي البارح واحد جوج حيوانات كيعايروني. تبارك الله عليكم، كنتوا في المستوى، حيتو ما عارفيني انايا والله غنيه، وسولوا عليا الناس اللي عاشروني غير درويش، تنخدم على راسي ما تناديش الناس. شوف انا نعطيكم غير مثال، قلتوا على حموده اللي من تطوان شحال عايرني في خدمتي، شحال عاير في السن وكيكذب ياك. هذيك حموده من تطوان ما خلى ما قال عليا، واحد المره دخل عليا صيفط لي ميساج قال لي صوفيا، وهذا الشيء شوهني في السوشيال ميديا، وهو اللي حط الصوره ديال اختي اللي بالحجاب هو اللي حطها، وهضر في عراضي وفي عراض خويا وفي عراض با. هذا الشيء كامل نهار دخل عليا صيفط لي ميساج قال لي راه الا ما خلصتش لك راه غنبات في الزنقه وما عنديش، صيفط لي 2 مليون وانا غنحط لكم محادثه من بعد هذا الفيديو باش تعرفوني انا قلبي متسامحه، ما كنحقدش، ما كنعرفش شنو هو الحقد، ما كنبغيش نشوف الناس طايحين. الصوت مشى سمحوا لي، ما كنبغيش نشوف الناس طايحين، ما كنساش العشره. شتي واخا دار فيا هادشي كامل وقفت معاه، سولو هيفا ديال طنجه وشوف شحال صيفط لي ديال الفلوس. الحمد لله انا ما تنحقدش، ولكن صحابي ما عرفت علاش كيدوروا عليا وانا ما داير لهم والو، واجوا لتركيا سولو الناس عليا هنايا. انا في الزنقه تنحشم، في الزنقه بتواضع، في الزنقه ما تقدرش نزعيني في الناس، ما تقدرش نقول حركات مثلا ديك اي وداكش، ما تقدرش. كنحترم الناس، كنحترم العوائل، داخله سوق راسي. فشكرا لكم بزاف لانه شفت التعليق شفت الميساجات ديالكم اللي صيفطتوا لدوك جوج الموسخين اللي زعما بغاو ينوضوا ليا واديوني في خدمتي وفي عراضي اللي كانوا زعما درت معاهم غير مزيان. سبحان الله، شحال ما حسيت هاد الاحساس، شي واحد كان جنبي ما نكتبش عليك. شكرا احبي بزاف، شكرا شكرا على شكرا على الوقفه ديالك معايا، شكرا حبك ليا، وسمح لي بزاف اذا كنت ضريتك في شي حاجه، ولا هذه فعلا انا قلت لك مليون الف مره كنقولها وكنعترف بها، وما نجبرش الصحبه احسن منك، انت صديقتي واختي ورفيقتي وكل شيء. الله يسهل عليك، الله يعطيك اكثر ما تصور، وانت ربي عمره ما يخيبك. صراحه انا لساني عجز على الكلام، واش برت ما نقول لك صراحه. الحمد لله راكم عارفين ديك المسخه كي كانت، نقيتها جملتها. شوفوا ستان ديالها، نحط لكم حتى هي الفيديو باش تشوفوا كيف كانت قبل وكيفاش رجعت الفورمه ديال كي داير كي كانت. درت لها الشفط والشد ونعت والشد والحقن، صوبت لي هني شوفوني فكي داير كيف كان وكيفاش رجع.
شوف سنها كيفاش دايرين، كيفاش كانوا، كيفاش رجعوا ياك. كنت غندير لها زراعه الشعر هي اللي ما بغاتش، بغات تبقى قرعه باش تضحك على الناس على دوك البرودويات اللي كدير لهم الاشهار. وواحد المره كان دايره اللايف وانتم شاهدين، كان دايره اللايف وجبت دوك البرودويات وبقات كدير لهم الاشهار، وانا جيت وقفت عليها قلت لها علاش كتكذبي على المتابعين ديالك، هاد البرودويات غير ديال الكذوب. كتقول لي اسكت كنت ما تفضحنيش، المتابعين ديالي راه كيعرفوا هاد الشيء. فكنشكركم بزاف حيت شبعتوا فيهم معيور، كاين الناس اللي تزابوناو من عندهم، والناس بزاف قالوا كلمة حق فيا أنا. أنا شوفوا واخا أنا هاو 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 هاو، ولكن ما كنعضش، أنا ما تنعضش. أنا مثلا نقدر نتعاير مع شي واحد ولكن ما نبغيليش المضرة، ما نبغيش نشوفه مريض، ما نبغيش نشوفه في الزنقة، ما نبغيش نشوفه في الحبس، ما نبغيش نشوفه كيتألم، فهمتوا؟ يعني أنا غير ما تنعدش، فهمتوني؟ فشكرا لكم بزاف. والناس اللي معاشريني راه كيعرفوني الحمد لله. والناس اللي جاوا عندي العياده داروا عندي العمليات وداروا عندي السنان، تقول لها صوفيا انت احسن من السوشيال ميديا، ما شاء الله مربي ومتخلق وولد الناس. والله العظيم كامل الناس اللي جاوا عندي تقول لها صوفيا انت ماشي ديال السوشيال ميديا، انت في السوشيال ميديا كتبان شويه قبيح ولكن في الواقع عندك اخلاق، عندك مبادئ وتتحشم ومربي. وانا كنحترم اي واحد وما كنأذي حتى شي واحد. وتقدروا تجيو لتركيا وتسولوا عليا، جيو لداري حدا داري فين ما تسولوا عليا، ما تقولوها فيا حتى شي واحد خايب، وما تنديش ديال الناس وما تنديش الاشهارات. ونتحداكم تجيبوا لي انني درت اشهار. نتحداكم انني درت الاشهار لشي واحد او لشي وحده وتنصب عليكم، نتحداكم. لانه انا ديما تنقولها لكم، ما تنديرش الاشهارات، ما تنشدش الفلوس، ما تنطاقي حد. انا كندير الاشهار مشيت لشي مطعم شي جلابه زوينه صافي، هادشي اللي تندير، شي اوتيل زوين صافي. يعني ما تنديرش الاشهار البرودويات او ندير الاشهار لهادشي ديال التداول ديال نصب الاحتيال وهاد الشركات ديال التجاره الالكترونيه والتجاره الهرم ولا ماشي يقولوا ليها، ما تنديرش انا لهادشي. لانه انا عندي مبدا اللي ما نبغيش راسي ولا عائلتي، ما نبغيش الناس اللي بعادين عليا ولا اللي قرابين ليا. فانتم كما تتعرفوا انا خويا وما رحمتوش، فما بالك غنرحم هاد الناس. انا مع الحق، انا مع الحق، اللي تسال لي شي حاجه يجي عندي ياخذها، العيب والعار الا ما عطيتوش حقه. ولكن انا كليتوني في حقي وسكت ما هضرتش. ولكن كاين الله، انه مهما كان الحال واخا بهذه الهيئه راه قبل ما ندخل جهنم كما تتقولوا نتوما راه غنتحاسب انا وياك. ديك الساعه غنجرك معاك انا غادي ليها، ديك الساعه انا ان شاء الله نكون سبب باش غادي نخرجك من الجنه، لان كليتي لي رزقي ومنكم اعداد وبدون ذكر الاسم. لانه يجينا نهضروا على الناس اللي نصبوا عليا في الرباط، في طنجه، في كازا، في مراكش، راه ما يمكنش. ولكن دعيتهم الله، وانا ان شاء الله ديما باذن الله تغيرت بزاف، ما بقيتش ديك صوفيا اللي كنتو كتعرفوا شحال هادي، ما بقيتش، فهمتوا؟ وانا هنا مع الحق، ومرحبا بكم، تابعوني وبارطاجيو باش تعمل فائده للناس كاملين ونبهوا الناس كاملين.